بعد عرب ايدل عملتي ألبوم، يعني ما شاء الله، يمكن دي خطوة مش ناس كتير بتعملها بعد برامج المسابقات عموما بيقفوا عند الحتة دي. احكي لنا بقى اكتر عن الألبوم، تعاونتي فيه مع مين؟ الألبوم كان فيه نجوم كتير، كان فيه كريم محسن، كان فيه مودي سعيد، احمد علاء الدين، ايمن عز، محمود انور، شفيق زوم، احمد حسن رؤول، كان فيه يعني كان فيه نجوم كتير قوي، مش عايزه انسى اسماء حد. وان شاء الله بنجهز الألبوم التاني وقريب جدا هيكون في الاسواق باذن الله. طيب بعد الشهرة دايما بتكون الاضواء مسلطة اكتر، ايه اللي انت حاولتي تغيريه بقى في شكلك وفي اللوك عموما وفي ستايل؟ والله كتير يعني خسيت شوية سناني عملتها، يعني في شوية حاجات مش تجميلا يعني، بس في شوية حاجات كده لازم الست تهتم بنفسها بيهم. واحنا كمان كفنانين لما بتابعي دايما جمهوري، كمان عندي مليون على الفيسبوك، فدول لازم اتابعهم، عايزين يسمعوا، عايزين يشوفوا ايه دايما، ايه اللي فيا مش عاجبهم عايزين يغيروا، فدايما بعمل ده وبهتم بده على طول. وبالتوفيق ليك يا رب، عايز اسمع منك حاجه صغيره. طيب ممكن اغني اللي ما يعرفش البنت الجدع، هقول ده انا بنت البلد، يعني ما يملاش عيني غير راجل يبقى لي سند، فيا الحنيه واويه في الجد بمليون ولد، مش بنت انا اي كلام، مش بنت انا اي كلام.